أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اتفاقيات تنفيذ 123 وحدة سكنية في كل من مناطق البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية، وذلك بالشراكة مع شركتي السرايا والنمل العقاريتين، وفي إطار المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والسيد سعود عبد العزيز كانو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السرايا المنفذة للمشروع الإسكاني في البحير، والسيد لاجي جورج المدير العام بشركات النمل المنفذة للمشروع الإسكاني في هورة سند. وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تعد باكورة مشاريع البرنامج المقرر تنفيذها في المحافظة الجنوبية. وفي إطار الخطة الرامية إلى امتداد تنفيذ مشاريع البرنامج في مختلف محافظات مملكة البحرين، وقد أشادت الوزير الرماحي بمستوى التعاون مع شركتي السرايا والنمل منذ مراحل ترسية مزايدات المشروعين، مرورا بالمراحل الإجرائية التي تسبق إبرام عقود التنفيذ، منوهة بالإقبال الكبير من قبل شركات التطوير العقاري على التقدم لمزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يعكس مدى الثقة في البرنامج ومخرجاته. الحمد لله احنا اليوم جدا سعيدين بما توصلنا فيه من انجازات في هذا المشروع، واللي يبين ويعكس قوة العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخاصة في مثل هاي المشاريع الحيوية، واللي بإذن الله احنا مستمرين في طرح مزيد من المشاريع ان شاء الله في الفترة القادمة اللي بتحقق تطلعات وطموح جميع العوائل البحرينية ان شاء الله اليوم اللي لهم في مشاريعنا الإسكانية بإذن الله، ونتطلع الى تقديم خيارات أكثر للمواطنين في جميع مناطق البحرين. والله احنا جدا فخورين اللي نزلت المناقصة علينا، لأن اليوم القطاع الخاص بدأ يتعامل مع القطاع العام في أداء المشاريع اللي من هالنوع. هاي المشاريع طبعا مهمة لأنها تكفي المواطن وتقوم بعمل أحسن المواصفات لبناء هذه البيوت، وفي نفس الوقت تكون يعني موسعة في عدة مناطق في مملكة البحرين. احنا فخورين جدا ان بدينا اليوم مرحلة جديدة كشركة، ان نطلع من قطاع التطوير اللي كان متعلق بس بالقطاع الخاص الى التطوير مع القطاع العام، وهذه هي مرحلة جديدة وفكرة جيدة جدا ان يعني اللي بدينا نشوفها تطبق في مملكة البحرين، واحنا فخورين جدا.